كيف وصل أعداء الإمام الحسين عليه السلام إلى هذا المستوى من العداء؟ سؤال الثاني، كيف وصل أصحاب الإمام الحسين عليه السلام إلى هذا المستوى من الصدق في الولاء؟ نسأل الإمام الحسين عليه السلام، هو يتحدث مع من أرسل له الرسائل الذي أوصل الكثير من أعيان أهل الكوفة اللي كانوا من شيعة علي عليه السلام، وصلوا إلى حد كانوا فيه مع جيش بني أمية، ثم كانوا في الصف الأول ممن قتل الإمام الحسين. بتعرف شو اللي وصلون؟ كانوا كذابين. شوفوا من هيد من أي عز ينتقل الكاذب، من أي عز إلى أي مستوى من الذل. ليش؟ اتفق العقلاء بغض النظر عن أهل الدين أو أهل الشريعة بكل المجتمعات بكل زمان على أنه أسوأ موبقة أو رذيلة يمكن أن يمارسها الإنسان الكذب، لأنه الإنسان يسقط سقوطا مدويا دون جبر، بس يكذب ثم يكذب ثم يكذب فيسقط من أعين الناس دون أن تقوم له قائم. انتهى هيك، ما تضيعوا، ما تتيهوا، ما تضيعوا وقت. نحن منحب أهل البيت ومنحب الإمام الحسين عليه السلام، ضروري نبكي، ضروري نسمع مجالس عزاء، ضروري تتفجر عواطفنا، ضروري نشحن بهيدا الحب بهيدا الشوق بهيدا الشغف لأهل البيت عليهم السلام. بس ما بيكفي، بدأ عمل، بدأ تهذيب، بدأ مراقبة، ما فيها مزح. اللي بيحس حاله محتاج ليكذب مغبون ومجنون. حاجة للنفاق، حاجة لجهنم، حاجة للسقوط، حاجة للانحراف، حاجة، هذا وهم. خلينا نجرب لنكون مع الصادقين. إذا أردنا الحسين علينا بالصدق، وإذا أردنا أن نعادي أعداء الحسين علينا أن نتجنب الكذب.